Engine! أول مرة أنا بشتغل في مسلسل إنه في معارك مسلسلات بدوية أو تاريخية في هناك تخصص لإدارة هذه المعارك من جهة مختلفة عن طاقم العمل الفني الثاني يعني من مخرجين من مصورين. الغزوات التي كانت في المسلسل أنا شاهدتها رفضت بشكل جميل. الحروب في البادية لم تكن حروب حديثة مثل حروب القرن العشرين والحادي والعشرين، حروب التحام بشكل شخصي أو حروب مواجهة بالبنادق كل طرف في جهة. يعني الحروب التي قدمت في المسلسل كانت متقنة طبعا، كان بالاتفاق مع الأستاذ مخرج معتز استخدمنا الكاميرا بأسلوب الهند كاميرا والشولدر والكرين والشاريو، حتى اشتغلنا على موضوع الفريمات. الفريمات راح يكون لها تأثير على الصورة وعلى سرعة حركة الممثل وحركة السيف، وإن شاء الله راح تطلع متميزة في هذا العمل. تسألنيش عن صعوبات العمل، تسألني يمكن أنت شايف. احنا بنصور بدرجة حرارة لا تقل عن 52 يمكن إذا ما كانش أكتر، يعني الحر مع العرق مع الملابس الإكسسوارات هذا شيء قاتل. مع إنك تقول الجملة بحس أو تحب مثلا أو تعصب فوق العصبية اللي موجودة أوريدي من الحر، هذا هي معاناة. طبعا احنا صورنا في أماكن حارة جدا، اللي من ضمنها طبعا وادي رام منطقة البانوراما بالبحر الميت. صعوبات طبعا انت كممثل بتكون حاط الميك اب وماسك بارودة وراكب على خيل وما بتعرف هل ممكن توقع ممكن حدا، وصارت في حوادث كثيرة مع ممثلين اللي سقط عن خيله واللي فات في خيل وهو اصلا مش راكب على الخيل. زنقة الوقت اللي بدك تلحق رمضان وبدك تخلص مشاهد وتصوير 24 ساعة بالإضافة لما إلك أنت في حياتك أصلاً من بيت والتزامات وكذا، هذا ضغط كتير وكبير. في بعض اللقطات بتلزم أنه يكون الكاميرا محمولة فوق سيارة لمتابعة فارس، فتخيل أنك تكون حامل كاميرا وراكب عربية وسرعة من 50 ل 60 وتحاول تاخد اللقطة كما يجب وزي ما انت شايفها، فتخيل كل ربط الأمور والحالة والاضطراب والهواء ودرجة الحرارة دي واحدة من الصعوبات.